السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. وسط استنفار لميليشيا قسد، عصيان لإرهابي داعش في سجن علاية الذي تسيطر عليه الميليشيا في مدينة القامشلي. وصول 4 طائرات إماراتية جديدة اليوم إلى المطارات السورية تحمل مواد إغاثية لمتضرر الزلزال. لن نتخلى لا عن شبر ولا عن متر. والأمين العام لحزب الله يقول القوة الرادعة التي يتمتع بها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي تحظى بدعم سوريا وإيران فقط. اعتدت مجموعات إرهابية بمسيرات محملة بقنابل على بلدة شطحة بمنطقة الغاب، ما ألحق أضرارا بالغة بمنازل عدة. وبين مصدر ميداني غير رسمي أن مجموعات إرهابية أخرى اعتدت بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية في محور ريف إدلب الشرقي. وحسب المصدر رد الجيش على اعتداءات تنظيم النصرة الإرهابي واستهدف بمدفعيته الثقيلة مواقع له ولحلفائه في الميليشيات المسلحة في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع مواصلته تمشيط قطاعات المسرب في بادية دير الزور من خلايا تنظيم داعش الإرهابي. هذا وكانت هاجمت مجموعة من خلايا تنظيم داعش الإرهابي مجموعة من رعاة أغنام في وادي عبيد بريف الرقة، وقتلت أحدهم واختطفت آخر وسرقت نحو 1000 رأس غنم. وفي الأونة الأخيرة ظهرت مجموعات من داعش توقف السيارات المحملة بالمحاصيل الزراعية وسيارات نقل الأغنام لأخذ مبالغ مالية منهم بدعوى الزكاة أو ما يسميه التنظيم الكلفة السلطانية. في سياق آخر، اندلعت أعمال فوضى وشغب في سجن علاية في مدينة القامشلي الذي يضم إرهابيين من تنظيم داعش وتسيطر عليه ميليشيا قسد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، وسط حالة استنفار للميليشيا في الأحياء القريبة من السجن وخاصة حي قناة السويس. وذكرت مصادر محلية في محيط السجن أن أصوات تكبيرات أطلقها إرهابي داعش المحتجزون تلاها أصوات إطلاق رصاص من داخل السجن ترافقت مع حالة استنفار لميليشيا قسد واستدعاء تعزيزات من مناطق عدة وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى السجن، مبينة أن العصيان جاء بالتزامن مع زيارة لوفد من الاحتلال الأمريكي لمقر السجن دون معرفة التفاصيل. ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا قسد أعلنت حالة الاستنفار أيضا في مدينة الحسكة وتحديدا في حي غويران الذي يوجد ضمنه سجن غويران المركزي وسجن الثانوية الصناعية، حيث يوجد الآلاف من إرهابي داعش. وأغلقت الميليشيا كل المداخل وكثفت الدوريات على مداخل الحي وإجراء تفتيش دقيق للآليات والأفراد في إشارة إلى احتمال تكرار سيناريو الهجوم على سجن الثانوية الصناعية مطلع العام الماضي. وصلت إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب 4 طائرات إماراتية جديدة تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وبذلك يرتفع عدد الطائرات الإماراتية التي وصلت إلى سوريا حتى الآن إلى نحو 150 طائرة. وكان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد زار بصحبة أبنائه وأحفاده حملة جسور الخير المقامة في مبادلة أرينا في أبوظبي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا بمشاركة متطوعين إضافة إلى موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، وتحث الحملة التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارات وجميع أطياف المجتمع في الدولة على التضامن مع الأسر السورية والتركية المتضررة. واصلت الفصائل المولية للاحتلال التركي ابتكارها طرقا جديدة لاستغلال الوضع الكارثي الذي خلفه الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 من الشهر الماضي في مناطق سيطرتها في شمال غرب البلاد، حيث وسعت ممارساتها الإجرامية من سرقة واستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة لمنكوبي الزلزال، لتشمل الطرق الجديدة عمليات سلب منازل لهم رغم دمارها بهدف ترميمها وتوطين عوائلهم فيها استمرارا بعمليات التغيير الديموغرافية التي تنفذها في تلك المناطق. حجب أخذ منطقة تأخذ المعينات
اللباس والكل ومتهزلين المنطور. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن القوة الرادعة التي يتمتع بها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي تحظى بدعم من قبل إيران وسوريا فقط. وفي كلمته خلال احتفال تكريمي للجرحى والأسرى المقاومين قال السيد نصر الله أن اتفاق الحدود لا يتضمن أي ضمانات أمنية أو اعتراف بالعدو، وأن المقاومة لن تتسامح ولن تتخلى عن أي شبر من الأراضي اللبنانية. اليوم سواء في موضوع ملف الحدود البحرية أو في ملف الحدود البرية، في ملف الحدود البرية لبنان لن يتسامح والمقاومة لن تتسامح بأي شبر من الأرض. هون طبعا عم نحكي عن حدود معترف بها دوليا قبل قيام الكيان الإسرائيلي، يعني عم نحكي عن حدود رسمت بالعشرينات ووافقت عليها الدولة اللبنانية. لن نتخلى لا عن شبر ولا عن متر ولا عن حبة رمل في أرضنا، لا على الحدود ولا في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة التي يجب العمل من أجل تحريرها بكل الوسائل وبكل الأساليب، ولن نتخلى كما قلت لا عن حبة تراب، لا عن حبة تراب من أرضنا ولا عن نقطة ماء من بحرنا. اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. تذكر بالعناوين. وسط استنفار لميليشيا قسد، عصيان لإرهابي داعش في سجن علايا الذي تسيطر عليه الميليشيا في مدينة القامشلي. وصول 4 طائرات إماراتية جديدة إلى المطارات السورية تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال. لن نتخلى لا عن شبر ولا عن متر. والأمين العام لحزب الله يقول القوة الرادعة التي يتمتع بها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي تحظى بدعم سوريا وإيران فقط. إلى اللقاء.